في المقلة، شهد محافظ حضرموت مبخوت بالماضي بتفعيل الجانب الرقابي في مرافق ومؤسسات الدولة والمتابعة القانونية لقضايا الدولة أمام القضاء. وأثنى المحافظ خلال اطلاعه على التقرير النصف السنوي الأول لعام 23 لمكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت، متصفحا ما تم إنجازه في جانب قضايا الدولة وما تم إنجازه في إدارة الإفتاء وتفعيل دور إدارة الإشراف والتوعية القانونية بتنفيذ برامج توعوية. وناقش اللقاء جوانب تفعيل التوعية القانونية وخلق شراكات مع الجهات القانونية وتعزيز جهود إعداد مشروع إنشاء مكتبة قانونية متكاملة لتفعيل البحث العلمي. وفي سياق آخر، ناقش محافظ حضرموت مع مدير عام هيئة كهرباء الريف بساحل حضرموت المهندس عبد الله بن بشر سبل تفعيل مشاريع كهرباء الريف لتلبية متطلبات المناطق الريفية. وأجرى في اللقاء إطلاع المحافظ على مشاريع الهيئة وأوضاع مكتب فرع الهيئة والصعوبات التي تعترضها وجوانب تذليلها لتسهيل العمل بصورة أفضل.